في 56 لعبنا مع اثيوبيا ماتشين، ماتش هنا وماتش هناك. ماتش هنا دي برضه رساله لكل لعيب. الكابتن الخطيب ساعتها كان بيلعب مع منتخب مصر طبعا اثيوبيا، وكان هنا على اللقاء هنا، فكان بيلعب برجل واحده، كان مصاب برجله الشمال، ها كان عنده مقدمه قويه جدا، ونصحوه ما يلعبش واصر يلعب مصر. طب اعمل كورتيزون حقن العب، وسبحان الله الكابتن الخطيب برجل واحده وكتبوه هنجيبها دلوقتي يحرز ثلاثه اهداف. ايوه في صوره ثانيه برضو بالالوان دلوقتي هتيجي، هتكون في الصور الخطيب يهزم اثيوبيا 3-0 برجل واحده. برجل واحده. رجل واحده يعني ايه؟ لعب برجل واحد برجل واحده وجاب 3 جوان. الماتش خلص 3-0، هو اللي جابهم لوحديهم، مش صنع جونين وحط جون ولا حط جون. يعني هو اللي جابهم، هو اللي سجل وبرجل واحده. وقال لك النهارده في لعيبه كتير مع كل الاحترام، لو حس بس شويه برد، لو حس بس يعني في شده كده، لا انا استريح، لا انا ده انا ثروه. طب ما الخطيب كان ثروه مصريه لمصر كلها. الخطيب كان بيلعب باسم مصر، شوف الصوره دي، كان بينطق الكوره على رجليه جنب برج القاهره، ومن تحتيه كانوا عاملين الاعلان الصغير، انا قطعتها على قطعتين. الخطيب يهزم اثيوبيا برجل واحد. هنشوف صور ازاي الضرب اللي اتعرض للخطيب. احنا بنجيب كل ماتش والرمز. شوف هنا الاصابه، شوف هنا كابتن فتحي مبروك في الصوره، في اخر الصوره هناك اهو. يا نهار ابيض، ده كابتن فتحي مبروك. يا نهار ابيض. الصوره دي من مجله 1976. انا جايب، انا ليه جايب الماتش وبعض اللي كان الماتش اللي كان مميز بده؟ اصاباته كثيره، وكان فيه ضرب كتير، وكان فيه جذب وشد كتير. انا عايز اقول التاريخ ازاي بينصف الناس، ازاي بيقول ان اللعيب بيضحي، ها ممكن يلعب بيه رجل واحده. لا والماتشات زمان يا استاذ محمد لو حضرتك برضو تتفق معايا، الصحافه زمان كانت مختلفه شويه، كانت الصحافه يعني بتتكلم بجد، تحس ان هي كان في عمالقه الصحافه. لا لا يعني في عناوين حقيقيه ومشوقه ومعبره اكتر من دلوقتي يعني. ولا بيصعوا بقى ورا ترند ولا فرقعه كدابه ولا كده. ما كانش الكلام ده، هم كان في ناس وسبحان الله برغم ميولهم، يعني ده اهلاوي وده زملكاوي وده اتحاداوي وده اسماعيلاوي وده كل واحد، الا انهم في الكتابه بيكتب يعني ازاي كابتن الله يرحمه اسماعيل البقر البقري، كوبر عبد الجيد نعمان، ناس كثيره جدا، ناصف سليم، ناس كثيره ما شاء الله كانوا بيكتبوا بكل شفافيه، ويقول لك ان ازاي. شوف يعني، شوف انا هقول لك، احنا الماتش الاولاني كسبنا 3-0 هنا. شوف بقى كابتن الخطيب ما رحنا هناك عمل ايه؟ مش انا اللي بقول ده التاريخ. وماتش اثيوبيا ده مصر تهزم اثيوبيا 2-1 بعد مباراة عنيفة. الخطير كان مسمينه الكابتن الخطيب، قال ايه؟ الخطير يسجل هدفين بلدغتين قاتلتين. الماتش ده فين؟ في اثيوبيا في نفس الشهر، في اديس ابابا نفسها، ماتش يوم 4 ويوم ماتش يوم 14، فرق بينهم 10 ايام. الخطيب هو اللي جاب الخمس اجوان، جاب الثلاثة ايه؟ هنا، وجاب الاثنين ايه؟ هناك. طب ده فكرنا بايه؟ ماتش نهائي افريقيا، أول بطولة الأهلي أخذها الاهلي، الخطيب هنا الاهداف، وهناك الجون الوحيد لكابتن الخطيب بالتعادل، ها وكسبنا وخدنا اول بطوله افريقيه. فالتاريخ بيعيد نفسه. شوف الاصابات، شوف الاصابات اللي النهارده اي لعيب، مع كل احترام لكل لعيب، لو اي حاجه بسيطه ها الناس كلها تقف، ده عنده برد، ده عنده شد خفيف، اصل وش رجله في كدمه. مش عايزين يعني نقلل من الاجيال الجديده، بس لا يعني مش انا 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 بتكلم مش على حد معين، بكتب بشكل عام. ان ازاي الناس اللعيبه الكبار كانوا بيجوا على نفسيهم عشان يرفعوا من اسم مصر. هي الروح دي لازم تكون موجوده وموجوده يعني دائما. لما نتكلم تحديدا عن الاهلي كمان، مش بتكلم يعني. انا الصوره والتاريخ بيقول كده، فلازم ادي التاريخ حقه وادي الناس اللي عاصروه حقه. احنا ما بنتكلمش على حد، احنا بنتكلم. ايوه انا فاهمه. انا بتكلم ان الكابتن الخطيب وكل اللعيبه ساعتها كانوا بيلعبوا، اغلبهم مصابين. التفاني هو اهم شيء طبعا، يبقى في اصرار يعني وفي تفاني للفريق وللمنتخب بتاعك طبعا. ده مش ماتش دولي يعني في الدوري او في الكاس مصر، ده ماتش بيلعب باسم مصر. فمن هنا اي لعيب بيلعب باسم مصر لازم يتحمل، ها لازم يجي على نفسه.